قضية المدينة القديمة المحيطة بمرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام، نعم هذه المدينة مغلقة بالصبات الكونكريتية اي من عام 2006، ولديكم دعاوى بينكم وبين الوقف الشيعي. اكيد طبعا. عندي معلومات قبل أيام أجوا ممثل عن رئيس الوزراء وممثل عن قبل رئاس أركان الجيش اول وأجا السيد. البارحة تقريبا، يوم الخميس أي خاف تقولون، الاربعاء، خافوا تقولون احنا ما متابعينكم ما ندري. الاربعاء طبعا. والسيد يا الله، هذه المنطقة بها مشاكل، اكو املاك لناس راحت، اكو حقوق هدرت، ايش وقت راح تنحل هاي القضية؟ شوف، هذا الموضوع حقيقة يعني هو أخذ حيز كبير، وكنت قعدنا عدة مرات ومن تكلمنا وطالبنا بحقوق هاي الناس وحقوق أكثر من 2000 محل، أكثر من 70 فندق، أملاك بيوت، ناس تفوت تشوف بيوتها واقعة خربانة بعدها شبيها ما بيه، ما يخلوه ممنوع. يا ما خليه الأجهزة الأمنية الموجودة، القوات التابعة لحماية المرقدين. جينا قعدنا، يابا تعالوا هسه، خلونا تعال خلينا نقعد، انقلونا التجربة الكاظمية المقدسة إلى سامراء، وخلينا نسوي الخطة الأمنية نقعد بهذا الشيء. حقيقة كان الجميع لم نجد بهذا الشيء. عندما تكلمنا بالإعلام وطالبنا وناشدنا رئيس الوزراء، البعض منهم اتخذ أنه هذا عداء شخصي أو عداء ضد العتبة العسكرية. لا، احنا علاقتنا طيبة معهم، نحترمهم، يحترموننا، لكن من نجي إلى مصلحة محافظة ومصلحة أبناء هذا، يابا تعال أنطوا حقوق، خلني نجد حلول، خلي نجد حلول. أكو مأساة في مسامرة تصير، التدخلات بالتسجيل العقاري، غلق المقاطعات في سامرة وعدم السماح بتحويل بيوت وأملاك الناس، عدم السماح البيع. اليوم أنت تريد نجم تريد تروح تشتري في حول الإمام، ممنوع تشتري. ليش؟ ممنوع، فقط محصول للعتبة العسكرية إلى الوقف الشيعي باللجنة عند القاضي بالمحكمة حصرا، ممنوع. يا بليش، خلي الناس تجي تستثمر، افتح المحلات، افتح هذا الشيء. حقيقة السيد رئيس الوزراء مشكور اهتم بالموضوع، الحالي الدكتور عبد المهدي. أنا جلست مع أنت تيجي تقول السادة المستشار، القرار الآن اللي يشتري بمحيط العتبة العسكرية المطهرة إلا شيعي، حتى الشيعي ما يخلوه يشتري، جايال يشتري بس الوقف الشيعي، الوقف الشيعي العتبة العسكرية بين قوسين، الوقف الشيعي يشتري البيوت والمحلات والفنادق. ما يخليه الشيعي، اذا يريد يروح يشتري راح. ولد عندنا شخص من الكاظمية اشترى، ما خلوه، ما سجلوه من الكاظمية. زين طيب، هاي املاك ناس ما يقبل لا يبيع ولا يخلي، رحمة الله. هسه ما لي علاقة، الوقف الشيعي يشتريها غصب من اهلها، ما من يشتري، هو يقول لك سادها، تريد تبيع، بيع، ما تبيع صادرها. لا تريد التوصيل، لا 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 ما مصادرها، بس غالق المحل، يعني يريد يملي لك حتى ياخذها. رحم الله والديك، هاي على ياقب لا على يدين. زين، هسه رئيس الوزراء حقيقه مشكور تدخل وارسل السيد رئيس اركان الجيش وفريق عبد الامير يار الله، وارسل السيد المستشار ماله، وجلستنا في بغداد، مهتم بالموضوع. الان الامر يم السيد رئيس الوزراء، هسه المرجعيه الامر يم السيد رئيس الوزراء، هسه كل الموضوع يم رئيس السيد ورئيس الوزراء ياخذ قرار بهذا الملف. طلعوا شافوا المنطقه، شافوا القديمه، قلنا لهم احنا ما نريد ناذي ولا نريد نرجع ولا نريد شيء انه يصير فيما يخص في انه نخلي خرق امني، خلينا ننقل تجربه الكاظميه. مو بالكاظميه يمشون كيلومتر يلا يصلون الامام، صح ولا لا؟ وكربلاء نفس الشيء قلنا لهم، حاطوا لنا اياها وتصير بوابات تفتيش، سيارات متفوت، بس خلي الناس تشتغل تعيش، الناس تبني فنادق تعمرها تترمى. هذا الكلام احنا ايضا نقله. بالتالي خلي انطيك، احنا بالنسبه كمحافظه، انا من مسؤوليتنا كمجلس صار قرار ورفعنا دعوه قضائيه بالمحكمه، واعتقد المواطنين اليوم اكثر من 100 واحد من 100 سجلوا تحسيس، وكلوا محامين ايضا راح يرفعون دعاوى قضائيه بهذا الملف، وفعلا يجب ان يحسم هذا الملف.